مشاهدينا في كل مكان، كل عام وانتم بخير، واهلا وسهلا فيكم، وعساكم العيدين العيد معانا في منتزة الخيران. هذا البرنامج فيه الفقرات المنوعة، أشقر على أشقر، والترفيهية، الثقافية، وأسئلة عن الديرة، وفي أيضا أسئلة رياضية، وأسئلة فنية، وجوائز أيضا قيمة. تابعونا وإن شاء الله نمتعكم معنا من منتزه الخيران. إيش معنى حبيت تقضون العيد في الخيران يعني؟ لأن في كل شيء، يعني ألعاب وأماكن تمشى فيها، كل شيء. وأنت إيش رأيك؟ لك تعلمنا كل سنة أن يهني الخيران، وناسة أكثر. أي وناسة أكثر. استأنسون أكثر، ها؟ نعم. زين، أنا بسألكم، بما أن إحنا في منتزه الخيران، بسألكم سؤال عن منتزه الخيران، وإذا جاوبته وراح تحصلون على الجائزة، وأكيد الجائزة قيمة في عيادة المشروعات، ماشي؟ سؤالنا عاد لا طلعين سؤال. إنزين، سؤالنا يقول متى تم افتتاح منتزه الخيران؟ هل هي في 85 ولا 87 ولا 1986؟ 1987. أكيد. ها؟ نفسها 87. أكيد. شو حقها نفسها؟ بس تثقين فيها وايد. 87. ألف مبروك بالفعل 87. هذه جوائزنا، وأنت اختاري الجائزة من هالجوائز. سحبي. الجائزة مقدمة، الله، مركز دورة للإكسسوارات، كوبون بقيمة 20 دينار، تليفونهم 5718066، وأيضا المدينة الترفيهية تقدم دعوة لعدد 3 أشخاص، أنت واحدة وأنت واحدة وأنت واحدة، يعني بتروحون الترفيهية وبتستانسون. أيضا نلتقي في متسابقين ثانيين، ما شاء الله. إيش رأيكم بالخيران والعيد؟ وايد حلو. حلو؟ تحبون كل سنة تتيون هني بالعيد؟ إيه. تستانسون بالخيران؟ إيه. شنو تحبون أكثر شيء بالخيران؟ كل شيء. مثلا شنو؟ الالعاب. اي لعبه بالضبط تحبينها؟ العروسه. ليش؟ عشان انت عروسه يعني. زين، هم انا بسالكم سؤال، واذا جاوبتي عليه هم بعطيك جائزه. زين، وخلينا نشوف سؤالنا هم عن المشروعات السياحيه. متى افتتحوا ابراج الكويت؟ في اي سنه تم افتتاح ابراج الكويت؟ في اختيارات. كلكم تجاوبون اياها ترى، ها؟ هل هي في سنة 1981 ولا 1980 ولا 1979؟ 79. أكيد؟ ها؟ بس الضحك يقول لك شيء. ها؟ 79؟ أكيد؟ إيه. أكيد 79؟ ها؟ 79. برافو عليك، 79 بالفعل. سحبي لي الجائزة. خلينا نشوف عاد شنو جائزتك. يلا كال جوائز، خذي لي الجائزة فيهم. هذه جائزة مقدمة من صالة التزلج، تقدم دعوة لعدد 3 أشخاص. حقكم انت الثلاثة، باكر تروحون صالة تزلج ان شاء الله عقب العيد. ومركز دورة يقدم كوبون بقيمة 20 دينار كويتي، رقم تليفونهم 5718066. ألف مبروك لك، و79 صح. سؤال يقول متى تأسست شركة المشروعات السياحية؟ هل هي في مثلا 76 ولا 74 ولا 79؟ 74. 74. ها؟ 74. 74. مصممين على 74؟ والله غير نشوف. لا انا ما غير، تغير. لا 74. 74 مصمم. اي مصمم. وانت 74. معلش نقول لكم تراي اجين مره ثانيه، معلش مره ثانيه، ان شاء الله تشتركون وتفوزون باذن الله. مشاهدي الكرام، ننتقل معاكم الى عوائل اخرى ومشاركين هم اخرين. مساك الله بالخير. اهلا. قوه، شلونكم؟ زينه. مستانسين بالعيد؟ اي وانا. شلون العيد بالخيران؟ حلو. شلون حلو؟ وناسه. شلون وناسه؟ خاصه تمشي والقواري والبولينج، صالات، مطاعم حلوة. إيه؟ العيد بالخيران حلو يعني. إيه؟ وعيادي المشروعات إن شاء الله. بسألكم سؤال، وإذا فزتوا راح تأخذون جائزة، ماشي؟ إن شاء الله. يلا، سؤالنا يقول متى تأسست شركة المشروعات السياحية؟ هل هي في 76 ولا 74 ولا 79؟ يعني 1976 ولا 1974 ولا 1979؟ ها؟ 76. أكيد. إيه. 76. ها شو لي؟ إن شاء الله 76. وأنتي؟ إن شاء الله.
وانتي؟ وياهم. وياهم يلا و76 وبرافو عليكم. هي بالفعل 76,976 تم تأسيس شركة المشروعات السياحية. ألف مبروك لكم. وكال جوائز اختاروا جائزة. عاد منو فيكم بيختار؟ منو ترشحون يختار؟ تتفعلون فيها؟ يلا سحبي. الله يستر. هذه الجائزة شنو جائزتك؟ مجوهرات باج. هذا أولها مجوهرات. مجوهرات باج تقدم كوبون بقيمة 40 دينار كويتي. رقم تليفونهم 24-33-731. وأيضا صالة التزلج تقدم دعوة لعدد 3 أشخاص في صالة التزلج تستمتعون في جو هم سياحي وترفيهي بإذن الله. ألف مبروك لكم. حياكم الله. عيد سعيد. مشاهد الكرام خلينا نشوف الشباب ومتعة العيد ويا الشباب وفي منتزه الخيران وعيادي المشروعات السياحية معنا. نشوف مساك الله بالخير. بالخير يا هلا. شو رايك بالعيد؟ والله العيد مثل ما انت شايف والله حلو وناسه. اوه احلى شيء الخيران. زين ليش العيد في الخيران؟ والله تدري العيد داخل الديره بيني وبينك راح تصير هناك حجزات. تدري العائله مع العائله يبون يستانسون بالعيد. تدري يا هال معانا عدل. فالخيران احسن مكان. وفي كل شيء تعتقد؟ اكيد في كل شيء. قدامك هني العاب. هني الالعاب وهناك عندك شو اسمه الصاله والفلوبر. صح. صح. انت تحب رياضه؟ رياضه اي احبها. زين لو سالتك سؤال رياضي جاوبني عليه ان شاء الله. على فكره لو جاوبت ترى لك جائزه وجائزه قيمه ان شاء الله. اذا الله قدرني عليه ان شاء الله. بنسالك سؤال. في اي عام اعتزل اللاعب الدولي فيصل الدخيل؟ هل هو في عام 87 ولا 88 ولا 89؟ 88 89. لا تعال دش تعال يانا تعال. تعرف الاجابه؟ 89. ويا 89 بالضبط. 89 وهذه جائزتك. اختار جائزة من هالجوائز. والله اختار انت. لا انا ما اختار. انت اختار. بس رفيجك معلومات احسن منك الرياضية. يلا اختار جائزة. اللي بالنص خير الامور اوسطها. يلا اقرا جائزتك. شنو هي؟ مسرحيه كلك نوفل تقدم دواء لعدد شخصين. عدل. ومدينه هي تقدم دواء لعدد 3 اشخاص. بالضبط. مسرحيه كلك نظر تقدم دعوه لعدد شخصين والمدينه الترفيهيه تقدم دعوه لعدد 3 اشخاص. وليد القاسم بينيه. وليد يعلي يا وليد القاسم بعد مرور. كور كور. حلوه ملعوبه. حلوه فيصل الدخيل. فيصل الدخيل. برافو عليك. ضربة موفقة مثل ما يقولون. عدل إن شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونقول لك إن شاء الله مستمتع في الخيران. إن شاء الله. إن شاء الله. إيش رأيك في العيد؟ والله حلو بوجود ربعي. ووجودك في الخيران؟ إيه أكيد. إيش معنى حبيت تقضي العيد في الخيران؟ والله تعودنا من كم سنة إن إحنا نحب يعني الخيران كون إحنا رياضيين يعني نلعب دورات القدم وحلوة يعني الدورات كلها. حلوه مستانس. اي اكيد. اشوفك ما شاء الله يمكن بس حبتين اللي باجين في البولينج. من قبل انت تلعب بولينج؟ اي. شلونك فيها؟ ان شاء الله ماشي. عموما انا بسالك سؤال واذا جاوبت على السؤال بعطيك عليه جائزه. ايش رايك؟ ان شاء الله. ما اسم اخر مسلسل درامي قدم الفنان عبد الحسين عبد الرضا وشنو اسم الشخصيتين اللي قدمهم في البر؟ جمال الاسكافي. زين شنو اسم الشخصيتين؟ معروف الاسكافي. أيوة. والوالي. عادل. الوالي منو؟ الوالي بوشجاع. بوشجاع. يغششونك ها؟ ايه لازم رمي. زين اذا قلت لك غلط شو تقول؟ لا صح. واذا قلت لك غلط؟ صح. صح اكيد؟ ايه. وانت صح بالفعل صح. هذه جائزتين صفقوله. برافو عليك. اختار لك جائزة من هالثنتين. اختار لك جائزة من هالجائزتين. ها اي واحده. هذه جائزتك. مركز دورا للاكسسوارات يقدم لك كوبون بقيمه 20 دينار. تليفونهم 571-80-64. وايضا المدينه الترفيهيه تقدم لك دعوه لعدد 3 اشخاص. حياكم الله. هلا والله. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. ايش رايكم في العيد؟ والله حلو العيد. العيد في الخيران احلى. وعيادي المشروعات احلى واحلى. زين ايش معنى الخيران بالعيد؟ لان ناخذ راحتنا نستانس نلاقي كل شيء نبي فيه بس. سبق وقضيتوا العيد في الخيران قبل المره؟ اي كل عيد. كل عيد الخيران. اي اول. زين عندنا سؤال. سؤالنا يقول الفنان السعودي راشد الماجد غنى من الحان الملحن السعودي الدكتور عبد الرب ادريس اغنيتين. اذكر لي اسم هالاغنيتين
اللي لحنهم لا عبد الرب ادريس الدكتور عبد الرب علمتني والمسافر راح اكيد ايه علمتني والمسافر راح زين بسالكم سؤال ثاني هما صح وبسالكم سؤال ثاني بعد السؤال الثاني ها صفقه الظاهر في حماس وتشجيع الفريق فريق الاسود ها شلونكم في البولينج اول الحمد لله فزتوا ولا انغلبتوا لا للحين ما خلصنا انزين بالفعل اجابتكم كانت صحيحه عبد الرب ادريس الدكتور عبد الرب ادريس لحن اغنيه المسافر راح واغنيه علمتني هذه بتحصلون عليها على جائزه اوكي نشوف سؤال ثاني عن هلا فبراير ممكن سؤالنا يقول قدم الفنان راشد الماجد في حفلة مهرجان هلا فبراير أغنية خاصة عن الكويت اذكر لي اسم هالأغنية سمعتها طاير من الفرحة طاير طاير من الفرحة طاير برافو عليك خمس صفقة لك زين منو كاتب هالأغنية خالد مراخي خالد مراخي قاعد غشينا زين منو ملحنها منو مشعل منو؟ عروي بالضبط هم مشعل عروي ألف ألف مبروك لكم اختار لك جائزة من هالجوائز بما أنك ربحت فعلا دكتور عبد الرب إدريس لحن المسافر راح وعلمتني وراشد الماجد غنى طاير من الفرحة طاير كتبها خالد المريخي ولحنها مشعل عروي صح اختار لك ها هذه هدية مقدمة من مدينة ترفيهية تقدم لك دعوة لعدد ثلاث أشخاص وانتو الفريق الثلاثي وألف لا بأس على الإصابة وأيضا مركز محمد المسعود للإنتاج الفني يقدم دعوة لعدد شخصين لحضور حفل فندق الشيراتون صلاح حمد خليفة يحيي الحفل وفطومة وفرقة الأخوة وعادل الماص وبلال الشامي تليفونهم 2422-055 و983-00046 ألف مبروك دعوة لشخصين يعني راح تروحون تستمتعون في حفل غنائي ألف مبروك لكم وكل عام وانتوا بخير انتوا بخير من زمان الكويت مني وفيني
هدية كل شي أشوفه شوية هي نجمة الشرق هي وهي عروس الخليج يا ناس قلبي دخلها من قبل ما وصل وصلها من كثر ما أحب أهلها أموت فيها وهي يا ناس قلبي دخلها من قبل ما وصل بحرها من كثر ما أحب أهلها أموت فيها وهي طاير من الفرحة شوية هي نجمة الشرق هي يا عروس الخليج عاشق مكانها وسط عيني أبيها وهي تبيني هذا الحكي من زمان لقويت مني وفيني مكانها وسط عيني أبيها وادري تبيني هذا الحكي من زمان طاير طاير من الفرحة طاير أشوفها شوية هي نجمة الشرق هي وهي عروس الخليج العيد في الخيران؟ والله أوكي مستانسين في الخيران؟ الحمد لله كل سنة تكون العيد في الخيران ولا أساس السنة؟ لا كل سنة كل سنة شو اللي يختلف العيد في الخيران عن العيد في الديرة؟ غير هني يعني طلع تكون من الصبح لليل أما بالعيد يعني تكون أماكن معينة ودائما يكون ازدحام عرفت شو؟ ما تاخذين راحتك لا الاهل كلهم يطلعون فاطلع معهم من المهنه القديمه في الكويت مهنه المحسن ايش تعني المحسن يعني اقول اسمها اي شو يعني المحسن حلاق حلاق برافو عليك زين نقول دائما الشيء هذا راهي ايش نقصد في الشيء الراهي الوايد الزايد الكثير بالضبط الوايد والزايد باجي لك واحد تحصل على الجائزه زين الثامنه صباحا في دوله الكويت كم يعادلها في توقيت غرينتش؟ توقيت غرينتش فرق بينه وبينهم 3 ساعات يعني الساعة 5 الساعة 5 أكيد ما شاء الله معلوماتك قوية عموما ألف مبروك بالفعل حصلتي على جائزة لكن عاد أي جائزة فيهم أنت وحظك خلينا نشوف حظك ها هذه جائزتك شنو هي؟ النافورة الموسيقية تقدم دعوة لعدد 3 أشخاص هذه الجائزة الأولى الجائزة الثانية مجوهرات باج تقدم كوبون بقيمة 40 دينار كويتي تليفونهم 24-33-771 24-33-771 ألف مبروك لك وكل عام وانت بخير مشكور جزاك الله بالخير
وكل عام وانت بخير. انت بخير صح. شلون العيد؟ تمام الحمد لله. والعيد بالخيران؟ الحمد لله. متعود تقضي العيد بالخيران؟ ايه. شلون العيد بالخيران؟ تمام. وناسه؟ زين، بما انك رياضي وقاعد تلعب بلياردو، خليني اسالك سؤال رياضي، ايش رايك؟ يلا. زين، اللاعب بشار عبد الله اكيد تعرفه. ايه. اللاعب بشار عبد الله انضم الى الفريق الاول مع نادي السالميه في اي سنه؟ في 93 ولا 91 ولا 94؟ ثلاثة. أكيد. إيه. 93. برافو عليك. لكن هم بسألك سؤال ثاني. ماشي. هم اللاعب بشار عبد الله في أي مباراة لعب رسمية مع أي منتخب؟ لعب مباراة رسمية. أول مباراة رسمية له مع أي منتخب كانت؟ قطر ولا السعودية ولا البحرين؟ السعودية. أكيد. 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 السعودية. برافو عليك. صح. انضم إلى الفريق الأول مع نادي السالمية في سنة 93. وأول مباراة رسمية لعبها مع السعودية في آخر 10 دقائق، والمباراة اللي وراها هم سجل جول مع قطر، تذكر؟ ما أذكر. إنزين، اختار لك جائزة من هالجوائز. هذه حصلت على جائزة مقدمة من مؤسسة أغادير للأحذية والحقائب اليدوية، طبعا كوبون بقيمة 50 دينار، رقم الهاتف 573-11-47 و 575-499. ألف مبروك لك. وأيضا مسرحية الفارس والعصابة تقدم لك دعوة لعدد شخصين، استمتع في المسرحية وروح اشتر من أغادير. حياك الله وكل عام وانتم بخير. حياك. اقطعها فواز، حلوة يا فواز، بسرعة هني إلى بشار. بشار بشار يحاول يتقدم ويعدي بشار، يعدي بشار ويلعب له كرة مع خالد داوود إلى بشار. بشار الجول يا ولد. أقول الولد، أنا أقول الولد، أقول الولد زين وغزل زين يا بشار. الله يا بشار، جول 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 كويتي، جول حلو، جول حلو من بشار. قلت لك الولد يغزل. مساك الله بالخير. مساك الله بخير وكرامة. يا هلا. كل عام وانت بخير. انت بصحة وسلامة. وعيدك مبارك. ايامك سعيدة. منتزه الخيران. ايش معنى تقضي العيد في منتزه الخيران؟ والله انا كل سنة، احنا هاي خامس سنة اقضي عشان والله حق اليهال. هم احسن عن دوخة الديرة ومشتريات العيد وهذية، ومع انه صدق لي خسارة هني، بس هم حق العيد، حق اليهال العيد هو. تكون مقتصر على اليهال ها؟ ايه مقتصر على اليهال. انا قاعد اي بس قاعد بهالشاليه مريح بالي وحاطي هالشيشة ومبسط. الحمد لله. اسبوع نقضيها مع اهم شيء وناس اليهال. وناس اليهال. اي ما من عقا يتعب ويشقى عقا هاليهال. خمس سنوات قضيتها في الخيران كل عيد. كل عيد. شنو تغير؟ شنو تغير عليك؟ والله ما تغير شيء. هي هي الوناسه. هي الوناسه. اي بس بعد عن سمح الله بعيك شيء طارئ، لا سمح لا الله. ما اي شيء طارئ. عموما كل عام وانت بخير ونتمنى لك السعاده انت وعيالك ان شاء الله. عسى الله يعود عليك باليمن والبركات باذن الله. بسألك سؤال فني وإذا جاوبته ترى في جائزة هم قيمة على فكرة إن شاء الله. خلنا نسأل وأم العيال لازم تساعدينا في الإجابة ها؟ إن شاء الله إن شاء الله. إنزين، سؤالنا يقول أول عمل مسرحي شارك فيه الفنان داوود حسين مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا شنو هو كان؟ ها تعرف؟ أعطيك اختيار. ها؟ أعطي اختيارات. باي باي لندن. قبل الاختيارات خلاص. أوكي. إيش قالت المرة وياها؟ ها؟ وياها بعد. وياها. هو فعلاً باي باي لندن. ألف ألف مبروك. متعة طيبة أتمناها لك أنت وعيالك في العيد إن شاء الله. اختارك جائزة من الجوائز ولا تحب أحد من العيال ولا ها مشمش مشمش اختار يا مشمش. سحبي واحدة. يلا سحبي. سحبي واحدة فيهم. ها. أمينة. سحبت أمينة. خلينا نشوف شنو جائزتكم اللي سحبتها أمينة. النافورة الموسيقية تقدم لك دعوة لعدد ثلاث أشخاص، وأيضاً هذا عشان خاطرك ظاهر أنت جاوبت أنت تستاهلين. مجوهرات السيدة الشرقية تقدم كوبون بقيمة 40 دينار كويتي، رقم تليفونهم 243-2974 243-2974. ألف ألف مبروك لك ومتعة طيبة نتمنى لك. حياكم الله. يا أهلا وسهلا. أهلا. أشكر أبويا. نشوفكم باكر إن شاء الله وعيادي مشروعات وكل عام وانتم بخير. إلى اللقاء.